مبكرا عن موعده بثلاثة أشهر هذه المرة، عاد الحراك النسائي إلى العاصمة الأمريكية وعشرات المدن الأخرى. مئات النسوة تجمعن هنا ومثلهن في أكثر من 400 موقع في الولايات المتحدة في محاولة لإيصال رسالة مستعجلة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة عكستها أزياؤهن وشعاراتهن. هذه التظاهرة ضد الكونغرس ومجلس الشيوخ، وهذه الترشيحات للمحكمة العليا. يمكننا القول إنها مناوئة لترامب، ولكنها وفي نفس الوقت تدعو الناس للتصويت المكثف ودعم المرأة وتعزيز وجودها السياسي. إن صوتها يمكنه أن يحدث الفارقة في الانتخابات المقبلة. انطلق الحراك النسائي قبل 4 سنوات في يوم تنصيب ترامب. في ذلك الوقت شهدت واشنطن مشاركة أكثر من مليون امرأة في مظاهرة اعتبرت الأكبر في تاريخ العاصمة الأمريكية. الأعداد المشاركة اليوم لا تقارن بذلك العدد، لكن المنظمين يؤكدون على أهمية أن لا نخدع بالمظاهر. نعلم أن ملايين النساء قد صوتنا وسيواصلن التصويت، وقد أوضحنا اليوم أن الأمر يتعلق بقرارنا نحن، وسنجعلهم يشعرون بقوة قرارنا في الانتخابات المقبلة. نحن مرتاحات لأرقام المشاركة. الحراك النسائي في هذا التوقيت يضفي ضغطا إضافيا على ترامب، خاصة وأنه يتأخر عن منافسه الديمقراطي جو بايدن 20 نقطة في تصويت النساء داخل الولايات المتأرجحة. طالما حاول ترامب استمالة النساء في تجمعاته الانتخابية وركز على نساء ضواحي المدن ممن ساهمت أصواتهن في وصوله إلى البيت الأبيض قبل 4 أعوام، لكن المتظاهرات هنا يؤكدن أن النساء يعرفن حقيقة ترامب. أشعر أن هذه المظاهرة ليست ضد ترامب فقط، بل ضد كل ما مرت به البلاد طوال العقود الماضية، وضد كتب التاريخ وما تحتويه، وضد العنصرية الممنهجة، وللمطالبة أيضا بوقف التحرش بالنساء اللواتي ما زلن يحاربن من أجل انتزاع السيطرة على أجسادهن. المتظاهرات اللواتي تجمعن في ساحة الحرية توجهن نحو المحكمة العليا التي أصبحت هدف جميع المتخاصمين في واشنطن، على حساب قضايا أكثر إلحاحا وأبرزها الوضع الاقتصادي الصعب للأمريكيين. شعارات مختلفة يحملها هذا الحراك النسوي. القائمون عليه يؤكدون أنه يقدم صورة مسبقة لما سيكون عليه التصويت النسائي خلال الانتخابات الأمريكية المقبلة، ويأملون أن يمثل نقطة تحول في مسار حقوق المرأة في البلاد. زيد بنيامين، العربي، واشنطن.